قرر مجلس الوزراء الموافقة على إجراء بعض التعديلات على جداول التعرفة الجمركية لغاية إعفاء مادة حطب التدفئة من الرسوم الجمركية، وأوعز المجلس إلى وزارة الزراعة بإعادة النظر في تعليمات استيراد الأخشاب التي تشترط أن تكون الأخشاب منزوعة اللحاء، مما يتسبب في الحد من استيراد الحطب لوجود اللحاء وارتفاع كلف نزعه، مع مراعاة ضرورة وضع آلية لضمان عدم دخول آفة زراعية بواسطة الأخشاب المستوردة.